شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على التوضيحات التي تفضلتم بذكرها. مع أن عمالة النساء الصناعات التحويلية له خصوصيته، ومن خلال رصد وتتبع واقع الحال في بعض وحدات الصناعة التحويلية الخاصة بقطاع الصيد البحري، توقفنا على مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في هذا القطاع على مستويات متعددة، لا بأس من التذكير بها بأنه بالنسبة للعلاقات التعاقدية نجد أغلب النساء العاملات يشتغلن بعقد عمل محدد المدة وأحيانا عن طريق المناولة، مما يضاعف انتهاك حقوقهن ويجعل المرأة ضحية شغل هش لا يحقق الاستقرار في العمل وبالتالي الاستقرار العائلي. هذه الهشاشة في العمل تفسح المجال أيضا لانتهاكات أخرى كالتصريح والطرد التعسفي والإيقاف المستمر عن العمل دون أدنى الحقوق. بالنسبة للأجور، لا تتقاضى العاملات تعويضا عن ساعات العمل الإضافية، ولا يعكس الأجر المؤدى عدد الساعات الحقيقية، وكما يسجل حرمانها أيضا وحرمانهن من الامتياز الأقدمية. أما فيما يخص التغطية الاجتماعية فإننا نسجل غيابا واضحا لها، وأيضا عدم تصريح أغلب العاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يضفي الهشاشة أكثر على ظروف العمل. بالنسبة للصحة والسلامة المهنية، العاملات في هذا القطاع يتعرضن أثناء أداء عملهن إلى مخاطر المواد الكيميائية المستعملة في الصناعات التحويلية، مخاطر الأذى الناتج عن ضجيج الآليات في غياب أدوات الوقاية والحماية والألبسة الخاصة، فضلا عن الوقوف لساعات طويلة والاشتغال ليلا في ظروف صعبة. بالنسبة للحق النقابي، نسجل تضييقا كبيرا على النقابيين، حيث يقوم بعض أرباب العمل ديال هذه الوحدات الصناعية بعقوبتهن عقب ممارستهن الحق النقابي. لكل هذه الأسباب ندعوكم السيد الوزير إلى التدخل سريع للحد من هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق المرأة العاملة في هذا القطاع، ضمان حقها في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، التزاما بما نص عليه الدستور، مدونة الشغل، وأيضا الاتفاقيات الدولية. وشكرا.